اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القوميه لوزاره الاسكان على مستوى الجمهوريه. خاصه فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع وتطوير محافظه القاهره. وقد عرض السيد وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة لا سيما منطقة الأبراج المركزية وكذلك الأحياء السكنية المختلفة فضلاً عن منطقة النهر الأخضر وفي هذا السياق تابع السيد الرئيس الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية وذلك تمهيدا لبدء الانتقال الفعلي الى العاصمه خاصه ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنيه البالغ عددها حوالي ثلاثين الف وحده موجها سيادته في هذا الاطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق اعلى معايير الجوده المخططه كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشات والخدمات بمدينه العالمين الجديده وكذلك سير العمل في مدينه المنصوره الجديده بعناصرها السكنيه والانشائيه والخدميه المتنوعه فضلا عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينه راس البر تحت اشراف هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده في سياق تطوير تلك البقعه الساحليه المتميزه وفيما يتعلق بمحافظه القاهره اطلع السيد الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحاليه لتطوير منطقه القاهره الخديويه امتدادا لتطوير ميدان التحرير خاصه ما يتعلق باعمال ترميم الواجهات للمباني التراثيه العريقه انطلاقا من ميدان التحرير مرورا بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل ووصولا الى منطقه ميدان العتبه موجها سيادته بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعاده رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي وذلك بالاضافه الى بدء التطوير الحضاري لحديقه الازبكيه لاسترجاع مكانتها كاحدى اهم الحدائق التراثيه بالعاصمه كما تم في ذات الاطار عرض مستجدات تطوير منطقه سور مجرى العيون بشقيها السكني وكذا التجاري والترفيهي فضلا عن تطوير منطقه مثلث ماسبيرو حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعه الانتهاء من اعمال ابراج السكن البديل بماسبيرو لاعاده تسكين المواطنين فيها في اقرب وقت ممكن كما اطلع السيد الرئيس على موقف الوحدات السكنيه التي يتم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه سكن لكل المصريين بما في ذلك اتاحه مبدا ايجار الوحدات السكنيه في اطار المبادره تنفيذا لتوجيهات سيادته في هذا الصدد كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجويه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر. الاجتماع تناول متابعه تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للانتاج الزراعي مستقبل مصر ضمن نطاق المشروع العملاق الدلتا الجديده الذي يستهدف استصلاح اكثر من اثنين مليون فدان وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الاطار على تطورات المراحل الحاليه والمستقبليه لمشروع مستقبل مصر الذي يعتبر اضافه ضخمه للمشروعات القوميه في مجال الزراعه والغذاء ويعزز من استراتيجيه الدوله لزياده نسبه رقعه الاراضي الزراعيه على مستوى الجمهوريه وتوفير الالاف من فرص العمل في التخصصات المختلفه كما تابع السيد الرئيس تفاصيل سير العمل بمكونات البنيه الاساسيه لمشروع مستقبل مصر من طرق ومحاور وابار مياه ومحطات معالجه المياه وشبكه تغذيه الكهرباء فضلا عن منظومه التصنيع الزراعي بالمشروع وما تضمه من صوامع ومبردات ومعامل تحاليل ومحطات للفرز والتعبئه واضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد ايضا عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصوب الزراعيه بمنطقه اللاهون بمحافظه الفيوم وذلك في إطار المشروع القومي للصوب الزراعية الذي سيمثل بدوره قيمة مضافة لقطاع المنتجات الغذائية للدولة